الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. شكرا مبارك كاتب فرع ديال الاتحاد الاشتراكي في تلمدان. اليوم الندوة تأتي في إطار سلسلة الأنشطة التي يقوم بها الفرع مع الفريق الاتحادي بالبلدية. الندوة فسحة، الندوة فرصة للتواصل مع الصحافة باعتبارها الرافعة، باعتبارها المدخل الحقيقي للتواصل مع الساكنة وإيصال رسائل مهمة، اللي هي واحد أننا ما زلنا نمد أيدينا لجميع الأطياف السياسية مجلس بلدنا النهوض بهذه المدينة العريقة. جوج أننا لا نكن الحق للبلدان. ثلاثة أننا سائرون وغنقفوا ضد أي واحد غادي يمس هذه المدينة. صريح العبارة، نحن كنا أولاد هذه المدينة ونتمنى أننا نتعاونوا جميع من أجل الرفع من هذه المدينة، تسترجع المكانة ديالها، الحاضرة ديال سوس، أنها تسترجع التاريخ ديالها، أنها ترجع القوة ديالها، أنها ترجع العاصمة العلمية الفعلية لهذه الجهة. مرة أخرى كنشكركم كصحافة أنه أنتم هما هذاك النافذة التي نطل منها على جمهور الاتحاد الشراكي بالدرجة الأولى، نطل منها على الساكنة ديال المدينة، ونطل منها على المهتمين سواء بالوسائل للتواصل الاجتماعي أو الشارع الرداني والمهتمين. شكرا مرة أخرى وتحية لكم السعيدين.